أهلا بكم إلى تواصل دوت كوم. مجددا مشاهدينا الكرام، تعالوا بنا الآن نستعرض معا العناوين لهذا العدد وهي متعددة ومتنوعة. في العنوان الأول سيكون معنا انتشار مقطع مصور للعبادي. في هذا المقطع العبادي يكذب صحفيا يؤكد اعتداء حماية العبادي عليه ومخاوف على أمن الصحفيين في العراق. في المقطع الثاني مأساة التعليم في العراق، حيث تشهد عليها إحدى مدارس البصرة ومدير في الديوانية يضرب معلما بالحذاء. العنوان الثالث سيكون متعددا وهو ضمن زاوية أنت ترى، وهي زاوية تابعة لقناة الرافدين، من خلالها يرسل المواطنون مقاطع فيديو عن الاعتقالات والحرائق والإهمال الحكومي المتواصل. بعد الفاصل نلتقي. ما ستشاهدونه الآن ليس جديداً على العبادي، مقطع مصور يبين حديث أحد الصحفيين عن الاعتداء عليه في جامعة واسط. طبعاً هذا حدث قبل عام، والعبادي كذب حينها الصحفي الذي تعرض للاعتداء. شاهدوا معي هذا المقطع. قبل قليل كنا في جامعة واسط وهنالك تظاهرات عفوية من بعض الطلبة، وذهبنا إلى هناك لتغطية ما يجري، ولكن تفاجأنا باعتداء علي بالذات من قبل أكثر من 30 فرد من أفراد حمايات، وتم كسر كامرتي وفقدان بعض الأجهزة. أنا لا أصدق هذا الكلام، حمايتي مو بالخارج موجودين، عدد قليل من الحماية كان معي، كان معي وأكو إعلاميين موجودين. أنا لا أفهم كيف، أنا أتصور أنت التحقت بأولئك اللي كسروا كامرتك، يوم جوي من الخارج، يجوا من الخارج هذو يسوون ضجيج داخل الجامعة. طبعا هذا المقطع انتشر مؤخرا في إطار ما يبدو أنها صراعات انتخابية، فهو كما أخبرناكم قديم، وقع قبل سنة، وحينها استأسدت حماية العبادي وهي تستعرض عضلاتها في جامعة واسط على الطلبة هناك، حيث أطلقت عليهم الرصاص الحي في حينها. شاهدوا الآن وتذكروا ماذا حدث لأبنائكم في جامعة واسط قبل عام من الآن. ما شاء الله ونعم الأمن والأمان، هكذا يكون الحفاظ على مستقبل العراق المتمثل بأبنائه من طلبة الجامعات. وهكذا تكتشفون كذب من يدعي أنه لا توجد اعتداءات ولا تجاوزات. عموما نذهب الآن إلى مادة تستعرض قلق اليونسكو على وضع الصحفيين في العراق وكيف أصبح أبعد ما يكون عن الأمن والأمان. إذا استطاع العبادي أن يكذب صحفياً كان جزءاً من الحدث في جامعة واسط حين زارها العبادي قبل عام وحدث ما حدث. ترى هل سيكذب اليونسكو وهي المنظمة الدولية؟ الحق بين والناس تعرف الحقيقة، ولا يمكن لها أن تخدع مجدداً بجوقة الكاذبين، وهي معلومة لديكم. ومما خلفته هذه الجوقة الحكومية من كوارث ما تعيشه مدرسة الإخاء الكائنة
في ناحية الهارثة بمنطقة المجدية في البصرة، المدرسة التي تحتاج إلى ترميم وتعاني تلف مقاعدها الدراسية وحالها يشتكي إلى الله وحده. هذه المدرسة تزدحم بها ثلاث فترات دراسية. تخيلوا مدرسة متهالكة يدرس فيها مئات الطلبة في فترات ثلاث. تعالوا نشاهد المدرسة، لربما كانت حديثة ومزودة بما يؤهلها لأن تستوعب ثلاث فترات دراسية، ولربما كنت مبالغاً في الحديث الذي أخبركم به. احكموا الآن بأنفسكم. شاب شرفك، أنت مقتنع هاي الرحلة يقعد عليها طالب؟ هاي الحديدة مالتي في عصر، احنا وين سوزي رحلات هاي الوالد برد؟ حق صدر يعني هاي رحلة؟ كارثة، حق علم نابي طالب كارثة، حق صدر شوف هاي الرحلة الأخيرة ويلي ويلي على الله مشهد يعكس الحضارة في أبهى صورها، ومن تلف المقاعد الدراسية إلى تلف من يقوم على المسيرة التعليمية. مدير مدرسة في الديوانية واسمها مدرسة البلاغة وهي في ناحية السنية، مدير المدرسة المحترم يضرب معلماً بالحذاء. ضرب المعلم بالحذاء بعدما اختلف معه ويقول للمعلم إنه لا توجد دولة. الرجل يحكم دولة المدرسة طولاً وعرضاً ويتعامل مع المعلم بغض النظر عن الطرف صاحب الحق هنا طبعاً، لكن شاهدوا الشكل الحضاري لمدير المدرسة المستأمن للأسف على الأجيال القادمة. تابعوا. شو تسوي جاي؟ منطقتي هاي. لا هاي مدرسة الدولة. ماكو دولة. أصلاً ماكو دولة. ماكو دولة. لا ماكو دولة. والله حلقك أشق لك. ما تقدر تشوف. يشهد الله شوف. ما تقدر تشوف. أنت شو حسن ما لك حياك حسن. طول عيني تعالك. والله فيش ليه. يشهد الله. ما فيش ليه. ما تقدر تشوف. شوف فيش أنت. انت والله مع كل اسف مع كل اسف يا ابو عباس يشهد الله مع كل اسف يا ابو عباس ما لا 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 حسن 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 هؤلاء هم المستأمنون على أبنائكم بالمناسبة حتى ينشئوهم تنشئة وطنية، تنشئة مجتمعية سوية بحيث يخدمون الوطن غدا. راجعوا أنفسكم واذهبوا حتى تتأكدوا من وضع أبنائكم في مدارسهم، لربما كان هناك ناظر مدرسة أو مدير من يدري يستخدم الحذاء مجددا. في زاوية أنت ترى وصلتنا مقاطع من متابعينا، والبداية ستكون مع القوات الحكومية التي اعتقلت مواطنا هو من ذوي الاحتياجات الخاصة. نتابع المقطع ولا نعود. بسم الله الرحمن الرحيم. من المواطن أحمد هام علي الجنابي من محافظة صلاح الدين قضاء بيهي. عندي قصة طبعا قصة مخزية يعني خرس وأطرش ومجنون يعتقل. جت قوة رسمية ما خاف من عندها، فأخذوا استخبارات تكريت فحققوا وياه وفحصوا بمستشفى تكريت وتبين بينها خرس وأطرش، والمحامية كامل هي بكتها، والقاضي قام يضحك علي قال أي من المحامية تيدها قالت لا ما تطلع قولي ايه قال ايه هاي، فقام يضحكوا له وطلعوا بكتها وطلعوا كتاب افراج. بعدين جت قوة رجع واحد قال الا رجعة، ونعرف هذا الواحد طبعا والله قسما عظما لا يدفع بمئة واحد اذا صار عليه شيء، طبعا اي شيء يصير عليه ونعرفه وموجود وجيراننا ومن الحجاج نقول همينها. زين رجع قال الا رجعة، لان على مود طلب مادة، على مود مادة مخبر سري، والمخبرين السريين كلهم معروفين طبعا، ويتحاسبون بعدين اذا ما تحاسبون الحكومه يتحاسبون. قاعدين على الكراسي تعبتون محافظات مالتكم، الله يطيح حظكم والله،
زين، وهذا حق سمولية كل المواطنين، كل غدا تكون محافظة. عاد استحي شوية. اعتقل بعدين، اعتقل من جهة مجهولة. من جهة مجهولة اعتقل. زين؟ ومعقولة قيادة عمليات سامراء، معقولة واستخبارات سامراء تجي جهة تطب جهة بالليل بعد منتصف الليل، تطب جهة وتعتقل هذا الخرس وتاخذه؟ يعني هاي بالله عليكم مرجلة؟ هاي مرجلة؟ هاي احنا جايين نمشي بامر المخبر السري؟ جاي نمر نمشي بامر المخبر السري؟ طايح حظه؟ وين ماكو واحد صاحب تسمعون كلامه؟ شلون تنحل المشاكل عمي؟ شلون تنحل؟ نظل نمشي بامر الساقطين المخبر السري؟ وهذول يتحاسبون بعدين، قسما عظما يتحاسبون، لازم تفرق. زين؟ ما ظل لا امريكا ولا غيرها، باش نقول لكم كلش امريكا. زين؟ فانتم ما زلتوا طيبه ويا اهلكم. كلها تحاسبون عليها امام الله وامام شعبكم. كلها تحاسبون عليها. لا عباسكم قدمتوا شيء انتوا، تركتوا المناطق، هدمتوا بيوت العالم على رؤوسها. زين؟ وهذا تعتبرون تحرير هذا. زين؟ وهسه الناس تقدمت تعشى. عيب عليكم، لو امثل اهل السنه صحيح، لو اطلع عيب. عيب، استحوا استحوا افتحوا السجون متروسة. زين، اشلهم القمر والجرب يا ولي، اشلهم القمر والجرب. زين، شنو ذنبهم؟ انا مو ويا القاتل، القاتل الى قانون واحد يحاسبه، الى قانون. موجودة دولة يتحول القانون، موجودة سجون رسمية يتحول السجون. في مخيم ليلان بكركوك حريق، هناك اصاب بعض الخيام للنازحين، نتابع الان. ربما يتساءل أحدكم أين سيارات الإطفاء؟ تراجعوا من فضلكم عن مثل هذه التساؤلات، فهي أصبحت ببلد كالعراق أصبحت نوعا من الرفاهية أن تتمنى وجود سيارات تطفئ الحريق، وإن كان في مخيم يعاني النازحون فيه مرارة العيش والحرمان. لكن ماذا لو تساءلنا، ترى أين ذهب موظفو الدائرة الضريبية في الناصرية؟ هل يحق لنا أن نتساءل هذا التساؤل؟ هاي ضريبة الناصرية، ضريبة الناصرية، ولا موظف موجود على المكتب ماله. هالسيل مراجعينها منتظرة، وهاي رئيس المخمن الأقدم هذا كله أرشيف، يعني شو تريد تاخذ خذ. فارقة ولا مراجع ولا موظف على ميزمات. وين الحكومة اللي الكترونية تشتغل على الحروف وعزل الفصفصة؟ من هول غصة ما تعيش يا عراق لم يبقى لنا ما نعلق به على ما رأينا. نذهب الآن إلى بطولة ميليشيا الحشد، وهذه المرة المستهدف بيوت الله. الميليشيا تهدم مسجدا في منطقة القرمة، وهذه الصور التي ستظهر أمامكم الآن توضح لكم صور لمسجد بدر الكائن على أطراف القرمة، ستظهر الآن تباعا هذه الصور. طبعا الميليشيا هدمت هذا المسجد، ويأتي ضمن العمليات العسكرية التي تستهدف هدم المساجد قصدا. وهنا يحضرنا دور الوقف السني الذي أعطى مسجد العيد في البصرة، ووفق شهادات أهالي أعطى المسجد لمستثمرين من أجل أغراض تجارية. هل يحق لنا أن نتساءل عن دور الوقف السني ببناء ما تدمره الميليشيا من مساجد؟ إلى زاوية آراءكم الآن. في آراءكم، امرأة عراقية على مشارف الولادة تنتظر سيارة الإسعاف حتى تقلها، والسيارة لم تصل.
باعتقادكم لماذا تأخرت السيارة؟ الذنب ليس ذنب الحكومة، هو لا ذنب العبادي الذي يريد الفوز بفترة ثانية، ربما كان ذنب المرأة. لماذا تلد وتزعج إدارة مستشفى الرميثة؟ أخطأت هذه المرأة، نتابع. السلام عليكم، حاليا مستشفى الرميثة العام. يعني العائلة تنتظر إسعاف، صار لها أكثر من ساعة ما جاي وحالتهم خطرة. من أنت منتظرين ساعة الإسعاف حجية؟ صار ساعة منتظرين ساعة الإسعاف، ساعة. زين وحالتكم إيش فيها؟ شنو حالتكم؟ إيش فيها يا أم بنت؟ إيش فيها؟ دكتورات. هسا الإسعاف. الإسعاف وين الإسعاف؟ ما كشعر. عندكم سيارة؟ عندكم الطعام؟ بناتكم نترككم ولا ما نترككم دوم؟ بس اسمح لنا على شنو يا عمي؟ حقنا وين إسعافكم؟ وين دولتكم؟ وين إسعافك؟ وين هي؟ جيبها. جيبها. جيبها عمي جيبها. أنا أتركها ولا ما أتركها؟ هذا المحافظ موجود وهاي بدير الصحة موجود، واعتقد بالله أقوم عند الدكتور نفسه دعوة. ما ينتظرينها صار ساعة. وقلهم عمي بس حولونه، لا يحولونه والدكتورة نفسها. يزوفون علينا. ما قال قبي ما قال قبي. إحنا بدخل الله ودخل الدولة، لا أكو دولة بيها حظ. ولا حالتكم شنو هي حالتكم؟ حاله ولاده عمي، حاله ايه؟ ولاده من الساعه 7 الصبح لحد الان. ايه؟ لا محاولين ولا اسعاف ولا اكو مستشفى تاي. يلا عمي يلا اسعاف ماكو. يلا خلي يشوفون في مستشفى الرميثة سياره اسعاف ماكو. قبل شويه واحد يقول انه قبل فتره ابنه توفى لعدم وصول الاسعاف بوقتها المحدد. خلي يسمعون. اسعاف ماكو. الى التعليقات وكيف تعاطفوا مع قضية هذه المرأة وماذا كتب الشباب العراقيون تعقيبا على هذه القضية. إلى المشهور الأول الآن، كتب مصطفى عادل العراقي: جميع دول العالم تكون سيارة الإسعاف داخل المستشفى بالقرب من الطوارئ إلا في الرميثة، خلين الإسعاف في نهاية حي المعلمين، تبعد عن المستشفى 2 كيلو، ومن ينادون على الإسعاف سائق الإسعاف تقول رئيس دولة ساعة يمشط وساعة شغل السيارة وساعة الطريق لأن المريض انطاك عمره. مصطفى يقول هنا باختصار إن مكان وجود سيارات الأسعاف التابعة لمستشفى الرميثة هو بعيد عن المستشفى وليس قريب وليس داخل المستشفى، وبالتالي ينعكس بالسلب على المواطنين الذين لربما يصلهم الإسعاف ليس حتى من أجل أن ينقلهم إلى المستشفى ويعالجهم هناك، وإنما ينقلهم جثثا لا أكثر. إلى تعليق آخر الآن، حسين الشعلان يكتب: اللي يصير بمستشفى الرميثة مهزلة، الدكتور اللي بالطوارئ كل شيء ما يفتهم، وصالة الولادة كل شيء ما بيها، هو المختبر الموجود مو طبيعي، وإذا تريد تسوي عملية الدكتور يحولك على المخدر، لازم تنطيه 50,000 إلى آخره من سلبيات، والمشكلة مدير الصحة من الرميثة ومدير المستشفى من الرميثة، لله المشتكى. حسين الشعلان هنا يريد أن يؤكد على قضية أن مدير المستشفى ومن يقومون على شأنها هم من أهل الرميثة، ومع ذلك ما زال السوء في هذا المستشفى قائما، ما زال الكثير من الأهالي يتعرضون للأذى بسبب واحد، أن هؤلاء لا يقومون بالدور المطلوب منهم كما يجب، مع العلم أن حالة توفيت العام الماضي بنفس الطريقة تأخر وصول الإسعاف إلى هذه الحالة. إلى تعليق جديد الآن، ثامر السعد الساعدي يكتب: خاف الإسعاف ما أخذ عيلته أبو الإسعاف لزيارة هليام موديل، صار السيارة يستقلها الموظف مو بس لدائرة لعائلته، ينقلهم من مكان إلى آخر أو للمنتزهات أو لزيارة، راح زمن الخوف والقانون الصارم تاهت. ثامر السعدي هنا يحاول أن يسلط الضوء على قضية، وهي أن سيارات الإسعاف الآن أصبح لها مهمة أخرى، وهي أن تقل أهالي أو أصدقاء أو ذوي سائق السيارة إلى حيث يريد، وليس أن يقوم بعمله المطلوب منه. لك الله يا عراق. إلى تعليق جديد في هذه القضية، جابر كتب: عديلة حمود بس تشتري نعل ب27، إسعافات ماكو، أين أنت يا أم العدالة؟ هنا يريد أن يذكرنا هذا الشاب بالمسؤولة في حكومة العبادي وكيف تهدر الكثير من أموال العراق على أمور ليس فيها فائدة العراقيين، بينما العراقيون والعراقيات ينتظرون الإسعاف ولا يأتي حتى تتوقف جراحاتهم. إلى تعليق أخير في هذا الموضوع، كتبه كمال الموسوي: هاي دخلنا عام 2018 وأبسط حقوق الإنسان مو متوفرة، السبب الرئيسي هو صمت الشعب في المطالبة بأبسط حقوقهم.
على الشعب أن يتحرك حتى يطالب بحقه وينتزع حقه من بين شدقي حكومة لا تراعي الله فيه. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى تويتر. سؤال واقف بزردوني، هذا الوسم أو هذا الوسم يسلط الضوء على واقع العراق والساس العراقيين الذين لم يتراجعوا عن قمع الشارع حتى وهم يسعون إلى كسب أصوات هذا الشارع. قبل أن نذهب إلى التغريدات، هناك كتاب من رئاسة الوزراء وجه إلى وزارة التجارة الحالية، وفيه أن كل من لم يحدث بطاقته الانتخابية تقطع عنه بطاقته التموينية. إضافة إلى ذلك، موفق الربيعي منذ أيام قال في أحد اللقاءات التلفزيونية: إرادتنا السياسية أقوى من إرادة الشعب، وسنأخذ الناس بالقوة حتى ينتخبوا. طبعا الربيعي قال هذا القول وفيه واضحة لغة التهديد، قاله بعد عزوف الناس عن تحديث سجلاتهم الانتخابية. وبالفعل سؤال واقف بزردومي إلى التغريدة الأولى في هذا الهاشتاج، مصطفى كتب: العراق فقير ومتقشف رغم تصدير 4 ملايين برميل نفط باليوم غير الغاز والعتبات الدينية والضرائب، وين تروح هاي الفلوس يا عراقيين؟ هم راح تنتخبون نفس الأحزاب؟ سؤال واقف بزردومي. مصطفى يحذر العراقيين ويقول: هناك أموال كثيرة، أين ذهبت؟ هي حق لكم أيها العراقيون، أخشى أن تنتخبوا نفس من سرقوكم وسرقوا أعماركم. إلى تغريدة جديدة، كتب شهاب: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضع تحت مستقلة خط عريض، تعلن بالقنوات التلفزيونية بأن بطاقتك وطن، ومن ثم تصدر تعميم للوزارات أن الموظف لا يسلم راتبه إلا إذا كان لديه بطاقة ناخب. لو يغيرون الإعلان ويسوون بطاقتك راتب، يا عيني على الديمقراطية. بالفعل يا عيني على الديمقراطية يا شهاب. هنا يقول في القنوات المتلفزة التابعة للحكومة الحالية يكتبون بطاقتك وطن، ولكن على الأرض وبعيدا عن عدسات الكاميرا يهددون ويساومون الناس ويقولون لهم بطاقتكم مقابل الراتب أو بطاقتكم مقابل البطاقة التموينية. للأسف. إلى تغريدة جديدة، يوسف يكتب: عود، ليش الشعب العراقي لما يريد يشتري طماطة يستنقي الزينة والحمرة، بس لما يروح للانتخابات يروح يختار ياهو الخايس وياهو الطائفي المجرم الفاسد الحرامي وياهو التبعي الذليل؟ سؤال واقف بزردوم. يوسف هنا يقول: لماذا أيها العراقي حينما تذهب إلى السوق تنتقي أطيب وأجمل الفواكه والخضار، ولكن حينما تذهب حتى تنتخب تختار إما اللص أو إما من يدمر البلد أو إما من لا يتقي الله في أهل العراق؟ نعم، سؤال برسم الإجابة، وعليكم أن تجيبوا على هذا السؤال. إلى التغريدة الأخيرة، في التغريدة الأخيرة كتبت نورة: لشنو الانتخابات وكلنا يعلم أن الأحزاب والكتل لن تتغير، ولا حتى الوجوه ولا السياسات. سؤال واقف بزردومي. عموما هذه التغريدات تؤكد عليكم أن الواقع السياسي في العراق يرفضه كثير من العامة، إنهم يرفضون تحديث السجلات الانتخابية لأنهم لا يريدون أن يجربوا من سرق أعمارهم ودمر حياتهم. وهذه يعني شريحة من شرائح المجتمع كتبت على تويتر وعلقت بما سمعتم. بعد قليل ننتقل وإياكم إلى الزاوية الأخيرة في تواصل دوت كوم لهذا اليوم، وهي زاوية المقاطع المصورة. في المقاطع المصورة اخترنا لكم هذا المقطع، وفيه بعض ما جاء في كتاب نار وغضب عن السنة الأولى لدونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. Thank you.
وصلنا إلى ختام عدد هذا اليوم من تواصل دوت كوم. لاحقا نلتقيكم بإذن الله وعدد جديد. السلام عليكم.